معانا هنا دلوقتي فكره جديده. هنا بيقول لي ايه؟ بروف ذات. بيقول لي هنا اذا كان معاك اف واي سكوير ايكوال الاكس سكوير في الثلاثه بلس الاكس بروف ذات ان الواي. دلوقتي هو عايز ان قيمه الواي لوحديها لما اضربها في التفاضل الثاني بتاع الواي بالنسبه للاكس زائد التفاضل الاولاني بتاع الاكس بس بكل سكوير او بكل تربيع ناقص 3 اكس. الكلام ده وعاوز ان هو يساوي 3. تمام. انا في المسائل زي كده همشي برده زي ما احنا متفقين. مبدئيا هبسط الايكويشن بتاعتي. يعني دلوقتي معايا الواي سكوير ايكوال اكس سكوير طبعا مضروبه في الثلاثه، هفك القوس ده اكس سكوير في الثلاثه 3 اكس سكوير. تمام. بلس اكس سكوير في الاكس اكس باور 3. تمام. دلوقتي هبدا افاضل. هقول له ايه بقى؟ هقول تفاضل للواي تربيع دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 للواي داش واي. تمام. تفاضل ال 3 اكس سكوير دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 6 في الاكس بس 2 في 3 ب 6 والاكس تنزل زائد الاكس باور 3. التفاضل بتاعها ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 للاكس سكوير. تمام. حاجه فاضل مره ثانيه دلوقتي ده معايا عباره عن دالتين. هفاضل الجزء الاولاني اللي هو دلوقتي معايا 2 واي دبل داش اللي هو التفاضل الثاني واي بلس 2 في الواي داش تفاضل الواي بواي داش. تمام. دلوقتي واي داش واي داش ينفع امسحها كده واخليها واي داش بس ايه؟ بس الكلام ده لكل سكوير. تمام. ايكوال او يساوي 6 زائد طبعا 6 اكس التفاضل بتاعها عباره عن 6 وال 3 اكس سكوير عباره عن 6 اكس. تمام. دلوقتي هاخد كومن فاكتور في الطرف ده او هاخد عامل مشترك في الجنب ده للاثنين وعامل مشترك او كومن فاكتور في الطرف ده للسته. هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ان انا مثلا خلينا مثلا نكمل هنا. دلوقتي معايا ان الاثنين كومن فاكتور او عامل مشترك للواي دبل داش اللي هي التفاضل الثاني بتاع الواي بالنسبه للاكس في الواي بلس الاثنين خلاص خدتها. فاضل هنا فاضل معايا التفاضل الاولاني بس الكلام ده طبعا بالنسبه للسكوير ايكوال او يساوي هاخد هنا السته كومن فاكتور او عامل مشترك. يبقى معايا هنا السته وافتح القوس الجميل بتاعنا طبعا انا نسيت اقفل القوس ده. تمام. هنا من السته دي هيتفضل معايا واحد بلس من السته اكس دي هيتفضل معايا الاكس. تمام. دلوقتي هقسم على الاثنين. هنا على الاثنين فيها واحد. هنا على الاثنين ستة على الاثنين فيها الثلاثة. دلوقتي الثلاثة دي أنا همسكها وهضربها في القوس ده. هيبقى عبارة معايا إيه؟ هيبقى معايا عن عبارة عن تمام إكس بيساوي الثلاثة زائد الثلاثة إكس. تمام. هل الإيكويشن دي هي الإيكويشن اللي هو البروف ذات اللي هو عاوزها أصلا؟ أكيد لا. إيه اللي ناقص؟ ناقص معايا ال 3 إكس دي هوديها للطرف التاني. يبقى عبارة عن إن واي دبل داش واي زائد أدي كده معايا إن الواي داش سكوير نيجاتيف إل 3 إكس إيكوال 3. تمام. كده هي هي. إزاي بقى هي هي؟ معايا نوتس كده بسيطة ممكن نخليها هنا كده فوق نوتس. عبارة عن ايه بقى دي؟ مبدئيا انا لو انا عندي حاجة اسمها واي داش دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هو التفاضل الاولاني ان هو دي واي على دي اكس. طب لو انا معايا التفاضل التاني اللي هو الواي دبل داش ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي السكوير للواي على دي اكس سكوير. عبارة عن التفاضل التاني للواي بالنسبة للاكس. طبعا لو انا جيت عوضت عن الكلام ده هنا اللي هو بالنسبه لي هيبقى عباره عن واي موجود فيه التفاضل التاني بتاع الواي بالنسبه للاكس. تمام. زائد التفاضل الاولاني دي واي على الدي اكس وعلى سكوير ناقص 3 اكس. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 3. هلاحظ ان اصلا ان الايكويشن دي هي هي الايكويشن اللي هو عاوز ديها ايه؟ بروف ذات. كده حليت المسألة.